ايوه دلوقتي حضرتك في حوالي الساعه 12 كده اهوت حصلت هجمه من البلطجيه عند بوابه عبد المنعم رياض من عند المتحف. كانت المجموعه تقريبا حوالي 25 او 30 بلطجي وكان معاهم اسلحه بيضاء وشوم. اتصدت لهم المجموعه اللي هناك عند البوابه فلفوا المجموعه ديت من عند بوابه طلعت حرب، وابتدت البوابه طلعت حرب كان وصلها الخبر فامنت تماما لحد ما هجموا على البوابه من ناحيه ثانيه فاصابوا صحفيه واصابوا 6 افراد، 4 منهم لغايه دلوقتي حاله خطيره. وتم احتجاز 2 من البلطجيه دولت ان هو دلوقتي وقبضنا عليهم وتم تامينهم. طبعا هو وصل لهم بعض التحرشات من بعض الشباب، لكن احنا نجحنا الحمد لله ان احنا نعمل دواير من جدار بشري من شباب الميدان ووصلناهم لحد هنا بيتعالجوا من بعض الخدوش والسحاجات اللي هم وصلت لهم نتيجه للضرب اللي حصل، ولكن هم دلوقتي احنا في طريقنا ان احنا نتعامل معاهم بالقانون وان احنا نسلمهم ان شاء الله. هل تم التحقيق معاهم وعرف اهلهم لحد اللحظه ديت بنحقق معاهم، بس في صعوبه لان الناس متكاتره ومش عاطيه فرصه. فيعني لو حضرتك بس هتدينا شويه وقت يمكن ساعتها نقدر نكون وصلنا للحل. يعني شويه وقت بس احنا بنوجه نداء لو حد هيسمعنا. يا شباب 25 في لجان شعبيه معروفه عارفه بعضها، اللجان ديت بتسيطر في الامور اللي زي ديت. لو سمحتم في اللحظه اللي تشوفوا فيها اي مشكله او اي ازمه بتحصل في ميدان التحرير سيبوا اللجان الشعبيه تتصرف، وسعوا لها مساحه عشان في بعض المهندسين بيخشوا بيحاولوا ان هم يعتدوا على المقبوض عليهم عشان يسووا صوره الميدان ويبان ان الميدان بلطجيه ويبان ان البنيان همجيين. فيا ريت يا جماعه بعد اذنكم ساعدونا شويه ان انتوا تسيبوا الامر لاهله، جزاكم الله خير. طيب انا هكمل على الكلام الصديق اللي هو قال من شويه وهنكمل. هو وقف لغايه فعلا لما قال بالظبط الاعداد اللي هي حصلت. الاعداد ديت هي حصلت من اما دخلوا وخبطوا كام واحد من افراد الامن بعد ما اتعامل معاهم. افراد الامن التانيه هم كانوا 7 أو 6 من افراد الامن بالظبط. بيقال دلوقتي اللي هم منهم 4 منهم في حاله خطره، اما الباقي فهم كانت اصابات يا دوبك في الوجه او في الساق او في الراس بالظبط. كل ما في الامر انا برضه نسيت اول اعرفك عن نفسي، انا خالد المصري. الخالد المصري كنت من ضمن حركه او بمعنى صح كنت في ائتلاف الثوره وسبته وعملت حاجه اسمها حركه صمود. كنت انا واحد من ضمن الناس اللي معايا محمد برضه من الحركه. اتجهنا الى شارع طلعت حرب بعد ما قال لي اخي بالظبط كده بعد ما الشارع دي كلها ابتدت تتفرق منهم. 2 اتعودوا ان هو يخش مناطق صغيره، وهو ده اللي في شارع طلعت حرب هتلاقي في شارع جانبي. الشارع الجانبي دوت يكاد يمكن شارع مش باين قوي من شارع طلعت حرب. بعد كده عرفنا ان هو اسمه شارع نصر النيل او حاجه نصر الدين حاجه زي كده. الشارع ده فيه بيت مهجور، البيت مهجور دوت بيت من الخشب. حتى انا لما كنت انا واصحابي ابتدينا نتجه فيها كنا خايفين. انا طلعت تالت اول دور ومشيت فوق خشب بتاع باب عشان اتجه. هو الولد بسرعه البرق كان في الدور الاخير ازاي وده حافظ المنطقه. ايوه حافظ المنطقه صح. وده اللي احنا اتجهنا فيه. انا اتجهت اللي انا واصحابي في الدور الاولاني والثاني. دخلت ما بينه وبدات اتطرق الامور. وهم طبعا عايز يعمل ايه هو؟ انا اقول لك، هو الاول عايزين نوصف شكل المكان اللي جوه شكله ايه. الشكل جوه كان يكون بطريقه عفنه قوي، الريحه فظيعه. موجود في الارض كميه من الصفايح بتاعه الكله، كميه جديده جدا جدا جدا. ريحه مش كويسه. يكاد يقول لك ان هم كانوا فعلا بيعيشوا في المناطق ديت. وده السر اللي كان بيفسر لنا ازاي الناس دي كانت بتجينا منها من التحرير من جهه العرض بسرعه وبيختفوا بسرعه. اذا ده كان الوكر بتاعهم. طبعا الوكر دوت وكر قديم ازاي عايش فيه ده هو الحاجه بتاعته هو. المهم اتجه منهم 2 الى اتجه منهم 2 من ضمن اللي هم نسوا. طلعوا اخر دور. الشباب بتوعنا اتعاملوا معاهم وطلعوا فوق. الشباب بتوعنا طلعوا فوق. طلعوا في اخر دور. ابتدينا نأمن الادوار عشان ما ينطش او ممكن يحصل له حاجه او ممكن يكون نكتر حاجه شايبها ممكن يكون ينط. فابتدينا نأمن كل الاماكن في كل الادوار. وكنا على فكره كنا واقفين كل واحد خايف ان السقف يكون واقع منه انه البيت قديم وحالته مش كويسه. بعد كده شباب مننا التطوع كانوا 6 طلعوا اخر دور. ابتدينا نسال على الناس اللي فوق، قال لك ان هم فيهم 2 بس اللي موجودين. ابتدوا هم يطلعوا فوق يتعاملوا معاهم وفعلا ابتدينا نمسكهم وابتدي بعد كده ننزلهم واحد واحد عشان ما يجريش. بقينا نسلمهم بعضنا لبعض لغايه ما خدناهم. وانا استلمت التاني واحد اللي هو اتمسك ده الشاب الصغير. بعد كده ابتدينا نسلمهم من الشارع. وطبعا انت عارف في الامور زي كده بعد الضرب وبعد الدم مش قادر احكي لك بالظبط اللي انا معايا الفيديو اللي هو مفروض الضرب وانا واحد من الناس.
ابتدي اضربه واجلده بالجلد اللي انا كان معايا، لقيت خرطوم محطوط فيه، ضربته بكل قوه وبكل طبعا بعصبيه، انا ما بحبش كده، بس يعني الموقف اللي كان قدامي كل الناس. فاصبح هو جبناه للمستشفى وهو في حاله من الاعياء، الاعياء التام. وبعديها اتجهنا الى طبعا ما كانش الخيمه ديت، الخيمه اللي هي قدامك دلوقتي اللي انت شايفها ديت، الخيمه دي اول خيمه احنا حطيناهم جوه اللي عليها علم مصر بالظبط كده. وطبعا الفيديو الاولى ديت، وبعد كده خدوهم الى منطقه الامن اللي قدامك دلوقتي. وهم دلوقتي بيحاولوا يعملوا. طبعا لازم اقول لك حاجه كمان، ان احنا من حوالي اربع خمس ايام بقينا نستقبل كميه من البلطجيه، ومنهم واحد كنا معاهدين لو مسكنا اي واحد هنبتدي نعلقه على اي عمود، وفعلا علقنا واحد على عمود هنا عشان يبان للناس. اللي حصل دلوقتي من الناس بعد ما فتشوهم، طلع ان في اتنين ظباط من قصر النيل، من باحث قصر النيل، هم اللي بعت لهم اساميهم. ايه الظباط؟ اساميهم والله انا ما اقدرش اقول لك، بس انا اللي عرفته. اعرفوا كده؟ ومن ضمن القناه 25 صورت الكرنيهات بتاع لا البطايق لا في كارت من الظباط الاثنين في جم، ومن هم هو انت شايف جوه تقول لي علقوهم، وده حصل بالظبط. ايوه اتفضل حضرتك اهوت.